السلام عليكم، ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال. حاجة من الحاجات المنتشرة بطريقة عجيبة في المجتمع وفي العيادات، وبقينا نشوفها بكثافة خاصة في الفترة الأخيرة، وفي نفس الوقت مرتبطة مش بمجرد نفسها، لأ مرتبطة بمجموعة كبيرة من الأمراض اللي ممكن تسبب مضاعفات على المدى الطويل. ارتفاع حمض البوليك في الدم وأشهر ارتباطاته حاجة اسمها مرض النقرس. أولاً لازم نفهم إن حمض البوليك بينتج في الجسم نتيجة تقصر مواد معينة اسمها البيورينات، ودي بتتكون عادة في الجسم، وممكن تتكون بسبب بعض الأكل أو بعض أنواع الأكل اللي فيها بيورينات كتير، وممكن نتيجة نقص في إنزيم بيحبط أو بيقلل تكسر البيورينات، فبالتالي بينتج عن البيورينات حمض البوليك في الدم. حمض البوليك في الدم أما بيزيد عن المعتاد ممكن ما يسببش أي أعراض. بالصدفة جاي شخص العيادة، بنعمله فحوصات، بيشتكي من أي شيء آخر ملوش علاقة بحمض البوليك، بنلاقي حمض البوليك عالي شوية. الرينج الطبيعي بتاع حمض البوليك عادة بيختلف من الرجالة للستات، يعني في الرجالة لحد 7 بنعتبره اوكي، في السيدات لحد 5.5 ملي جرام بير ديسيليتر بنعتبره ماشي الحال. اذا زيادة حمض البوليك في الدم اللي بينتج عن تكسر مواد اسمها البيورينات بينتج عن يا اما اكل، انواع معينة من الاكل مليانة بيورينات فبالتالي بيزيد تكسرها بيزيد اليوريك اسيد، او نتيجه ان في انزيم ناقص بيقلل او بيعمل كنترول على تكسر البيورينات فبالتالي بتتكسر زياده وبينتج يوريك اسيد زياده، يا اما الكلى مش قادره تفرز او تخرج اليوريك اسيد الزياده من جسمك فبيتراكم داخل الجسم. زي ما قلنا معظم الحالات مش حاسس باي حاجه، بنيجي نفحص بالصدفة نلاقي اليوريك أسيد عالي، أو بيجي بأعراض تدل على ارتفاع اليوريك أسيد، وفي حاجات كتير مرتبطة بارتفاع اليوريك أسيد، أهمها زي ما قلت في الأول مرض الناقرس. اليوريك أسيد ممكن يترسب في أي حتة في الجسم، بس بالذات في المفاصل، أشهرها الصباع الرجل الكبير، وممكن يجي حوالين الأنكل، حوالين الركب، حوالين الكوع، أو في أي مفاصل في الجسم. كريستالات من اليوريك أسيد بتترسب في المفاصل، مناعة الجسم والكريات البيضاء تهاجمها، يحصل عليها التهاب، تورم، احمرار، قلنا في الصباع الكبير أشهرهم بس ممكن تيجي في أي حتة في الجسم، تورم، احمرار، صعوبة في حركة المفصل، آلام شديدة جدا بتيجي وتعمل آلام بنسميها التهاب النقرس الحاد نتيجة ترسب كريستالات حمض البوليك. أو يترسب تحت الجلد كريستالات وبتعمل حاجة أو كتل صلبة مكونة من كريستالات اليوريك أسيد. ممكن ما تكونش مؤلمة خالص بس باينة تحت الجلد خاصة في المناطق اللي حوالين المفاصل، وممكن تيجي في أي منطقة تحت الجلد ويبقى شكلها بايخ وقد تتطلب إن احنا نروح للدكتور عشان نشيلها. اسمها بالإنجليزي طفاي، الحقيقة أنا بحثت عن ترجمة ليها ما لقيتش بالعربي يعني، أو ما لقيتش ترجمة محددة، خلينا نسميها الطفاي. الجمع الطفاي والمفرد طوفس، اللي هي تكتل تحت الجلد من تراكم كريستالات اليوريك أسيد. أو
ان يزيد اليوريك اسيد في الجسم ويروح للكلى ويعمل حصوات في الكلى. ودايما اليوريك اسيد مرتبط بامراض حصوات الكلى، وزي ما قلنا مرض النقرس والطفاي اللي بتيجي تحت الجلد، ودايما بنلاقي معاه في معظم الاحوال او هو من المسببات او مقترن بارتفاع ضغط الدم. دايما بنلاقيه مع السكر، دايما بنلاقيه مع امراض الكلى المزمنه، وفي عوامل اخرى بتزوده. زي ايه؟ واحد بياكل كميه من الاكلات فيها بيورينات كتير، اهمها اللحوم غامقه اللون زي اللحم الاحمر، الكبده والكلاوي بالذات مليانه يوريك اسيد، الجمبري، بعض اكلات البحر زي الانشوجه والسردين، العدس والبسله، المشروم، الكحوليات الكتير، الشاي والقهوه الكتير ممكن تزود اليوريك اسيد. كل دي حاجات شهدت ومرتبطه بارتفاع اليوريك اسيد في الدم. اذا احنا نقدر نعمل كنترول على مجموعه كبيره من الحاجات، واللي بنلاحظ فعلا ان لما بنعمل كنترول عليها الجسم بيقلل اليوريك اسيد اللي موجود فيه. طيب قلنا زيادة اليوريك أسيد مرتبط بارتفاع الضغط والسكر وأمراض الكلى والأشياء دهيت، وفي نفس الوقت وجوده أو ارتفاعه هيزودها، وهي لو موجودة عادة بيبقى معاها ارتفاع في اليوريك أسيد. وقلنا الأكلات أو الحاجات اللي فيها يوريك أسيد كتير، وبرضو بعض الحاجات اللي ممكن يتعرض لها الإنسان زي مادة الرصاص أو المبيدات الحشرية بتزود اليوريك أسيد في الجسم. وقلنا مجموعة الأمراض المرتبطة بيه والحاجات اللي بيسببها. طيب عشان نشخص حالة يوريك أسيد، قلنا في معظم الأحوال بيجي الإنسان بنعمل فحوصات عادية ما بيشتكيش من حاجة، بنلاقي عنده اليوريك أسيد عالي. بنعمل تحليل يوريك أسيد في الدم، بنعمل تحليل بول، وساعات الفحوصات دهيت بتبين إذا خدنا البول في 24 ساعة المشكلة فين؟ المشكلة في زيادة في الإنتاج، وخاصة بعد ما نتكلم مع المريض ونعرف طبيعة أكله، يا إما مشكلة في الإفراز في الكلى، وعادة بيبقى معاه قصور في وظائف الكلى، يعني الكرياتينين واليوريك أسيد بيبقوا عاليين، أو المشكلة بتكون وراثية مش بإيدينا نتيجة خلل في الإنزيم اللي بيقلل أو بيعمل كنترول على تكسر البيورينات. طيب إذا العلاج بيكون عن طريق إن إحنا أول حاجة لو مفيش أعراض نقلل أو نعمل كنترول على الدايت وعلى الأكل، ونقلل اللحوم الحمراء والكبدة والكلاوي، واللي بيشرب كحوليات يمنعها ويقلل الشاي والقهوة، واللي بيزود في البقوليات زي البسلة والعدس والفول يقللها شوية، يعني هي مش سبب رئيسي بس من المسببات، وما بنقللها شوية بنساعد. إنما الحاجة بتبان بسرعة جدا آلام اليوريك أسيد أو ارتفاعه مع الكبدة والكلاوي بالذات، ودي اللي لاحظناها، واللحم الأحمر. نعمل تنوع في الغذاء، مش كل يوم لحم احمر، مره سمك ابيض، مره صدر دجاج، مره لحوم. نمره 2 شرب ميه بكثافه. نمره 3 نحسن، نمنع المشروم الكتير او الحاجات المسببه، ونمنع التعرض للمواد الكيميائيه اللي بتؤدي الى زياده اليوريك اسيد. اذا كان في طفاي او المواد المتكتله تحت الجلد، عادة بنقلل اليوريك اسيد وهي بتقل معاه، ولكن اذا زادت في الحجم او اصبحت تؤرق الشخص او تعمل له الم او عملت التهاب حوالين المفصل، بنحاول بقدر الامكان نظبط اليوريك اسيد، وان ما ظبطش بنعمل لها تدخل جراحي ونشيلها. بالنسبه لحصوات الكلى، طبعا عادة حصوات اليوريك اسيد بتكون صغيره وبتنزل عادة مع البول، ولكن إذا زادت عن نص ملي أو زادت عن كده
قد تتطلب علاج فورات وزيادة في شرب المية، وقد تتطلب منظار لاستئصالها لو زادت في الحجم. ودي عادة بتيجي بآلام شديدة في الكلى في ناحية اليمين أو في ناحية الشمال، وبيزيد الآلام إذا عدت ونزلت في الحالب وبتبقى مؤلمة قوي، وقلنا قد تتطلب عمل منظار لاستئصالها. لو كان مع اليوريك أسيد ارتفاع في الضغط أو ارتفاع في السكر بنظبطها. نسيت أقول حاجة مهمة جدا في الأدوية، إن مدرات البول بتزود، أو بعض أنواع مدرات البول بتزود اليوريك أسيد في الدم. بعد كده نيجي لأهم حاجة بنشوفها عادة في العيادات، اللي هي مرض النقرس، وقلنا بيجي بآلام شديدة جدا، قد تتطلب مسكنات زي المواد اللي هي مضادة للالتهاب، وقد تتطلب مادة الكولشيسين اللي بتقلل الآلام والالتهاب، وساعات بعض المرضى بياخدوها في وقاية من نوبات النقرس. وطبعا بننصح المريض بشرب ميه كتير ومنع الحاجات اللي بتزود اليوريك اسيد في الدم. وبرضه لازم اقول نقطه مهمه جدا، ان اثناء النزله الحاده لليوريك اسيد او النقرس يفضل ان احنا ندي مضادات الالتهاب قبل ما ندي المواد زي الكولشيسين او زي المواد المضاده للالتهاب او المواد زي الالوبيرينول اللي هي المشهوره انها بتقلل نسبه اليوريك اسيد في الدم، عشان برضو تنزيل اليوريك اسيد فجاه اثناء النزلات الحاده ممكن يزودها ما يقللهاش. اذا كان بياخد مدرات بول نقللها او نحاول نغير نوعها مع شرب الميه الكتير مع مضادات الالتهاب، وعاده النوبه بتاخد كام يوم وبتروح، ونحاول نمنع حدوثها عن طريق تظبيط الاكل والحاجات اللي زي دي. يبقى اذا نظبط الامراض اللي بتيجي او بتسبب اليوريك اسيد او اللي بيسببها اليوريك اسيد، نحسن الدايت وبيجيب نتيجه ممتازه في ارتفاع حمض البوليك في الدم او اليوريك اسيد في الدم، واذا دخلنا في امراض زي النقرس او الطفاي اللي تحت الجلد او حصوات الكلى او ارتفاع الضغط والسكر، نظبط الاشياء دي كلها ونحسن طبيعه الاكل. نقط مهمه احب اقولها لكم عن اليوريك اسيد. نصايح: زود شرب الميه جدا خاصة في الصيف، وإذا كنت بتعرق كتير اشرب مية عوض، مش أقل من 8 كوبايات أو كاسات مية في اليوم. قلل اللحوم الحمراء والكبدة والكلاوي بالذات، خاصة إذا اكتشفت إن عندك يوريك أسيد عالي. قلل البقوليات ما تمنعهاش، ركز على اللحوم البيضاء، السمك وصدر الدجاج. اعمل رياضة في المعقول مش أوفر. حاول بقدر الإمكان ان انت ما تاكلش مشروم كتير او زي ما قلنا بقوليات كتير، وحاول ما تتعرضش للمنتجات اللي فيها رصاص او المبيدات الحشريه بقدر الامكان. اذا كان معروف عندك في العيله ان العيله كلها عندها يوريك اسيد عالي، خلي بالك من اكل اللحم الاحمر والكبده والكلاوي، واشرب ميه كتير واحترس عشان اليوريك اسيد ما يزيدش ويعمل لك مضاعفات. لاحظنا ان بعض الجنسيات زي السودان بالذات بلاحظ عندهم يوريك اسيد عالي. يمكن دايما امزح معاهم واقول لهم عشان انتوا بتحبوا اللحم السواكن كتير، فيضحكوا ونمزح مع بعض واقول له قلل السواكن، يعني اللي هو نوع من انواع الخراف موجود في السودان في منطقه اسمها سواكن تقريبا، فسموه الخروف السواكن. لاحظنا ان هو دايما بيجي معاهم اكتر شويه. حاول بقدر الامكان زي ما قلنا شرب الميه، حاول تظبط دايما الغذاء بتاعك، قلل البقوليات والمشروم، اعمل رياضه في المعقول. اذا حسيت بالام في صباعك الكبير او حوالين المفاصل او احمرار، روح للدكتور عشان يتدخل، لان ساعات بتبقى مؤلمه جدا وبتتطلب عمل سحب للماده اللي داخل المفصل وتحليلها عشان نلاقي فيها كريستالات يوريك اسيد. اليوريك اسيد في معظم الاحوال صامت، واحتمال كبير ما يتطلبش علاج غير منع الاكلات اللي قلنا عليها. امنع الكحوليات، ما تشربش شاي وقهوه كتير، واظبط الدايت بتاعك. انما اذا ظهرت اعراض زي الطفاي او زي
المغص الكلوي او زي مرض النقرس وكنت معاك ضغط او سكر، روح لدكتورك على طول عشان يظبط لك اليوريك اسيد. حاجه مهمه حبيت اكلمكم عنها النهارده لاني لاحظت انها منتشره وبدات تنتشر زياده في الايام او في الفترات الاخيره. اتمنى لكم جميعا الصحه والسعاده، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل جرس، واشوفكم دايما على خير. سلام عليكم.